قضية رقم واحد سنة 2024، نحب نعيش ضد صوابع الفساد والرمي العقلاني للفضلات. السيد قاضي المحكمة الموقرة، لن أطيل الترافع لسببين. الأول، مذكرة مفصلة بالاعتماد على تثمين خيار دستارة حماية البيئة. الثاني، تمت إنارتها من طرف زملاء الذي سبقوني في الترافع. أتشرف اليوم بتمثيلي نحب نعيش في هذه القضية المأساوية التي راح ضحيتها مجموعة من أعضاء موكلي على يد صوابع الفساد والرمي العقلاني للفضلات، وطالب المحكمة الموقرة بإدانة المتهم بجريمة التعدي العمد مع سبق الإصرار والترصد وإنزال أقصى عقوبة قانونية له. نحب شجرتي تعيش.